ايوه بس انت كده في خطر يا بني. عيسى لو شم خبر انك هوبت ناحيه مطرحي ده يدفنك جنب فرع. انا كده ميت وكده ميت يا نصار، يبقى موت نضيف وما خليش حد تاني تحت رحمه عيسى الوزان. بس اختك حن لسه تحت رحمته. انت قصدك عشان التسجيل اللي معاه صح؟ ايه صح. طب قولي انا ممكن اعمل ايه؟ وانا هعمله. انا معاك في اي حاجه يا نصار. كتر الف خيرك يا بني، انت عملت اللي عليك وزياده. المره دي انا اللي هعمل. اشرب الشاي. حجيجة بيت الله والكعبة ورسول الله، حجيجة بيت الله والكعبة ورسول الله. يعني يا جد فوزي، يعني انت مش جده؟ ليه حبيبي؟ اللي بتقول الكلام ده؟ لا طبعا انا جده. جده ازاي؟ اذا كان امي مش امي وقبل يسرى هي اللي ام، يبقى انت جده ازاي؟ يعني عليك. طب امي عملت ليه كده يا جد؟ هي ما بتحبنيش؟ يعني مش عايزيني وعايزه تجيب ملك مكان؟ هو انا عملت لها ايه؟ والنبي يا جد والله ما تسيبنيش، انا هسمع الكلام وابقى كويس. شكرا. متقولش كده يا فارس. لا يا حبيبي، أمك بتحب، أمك بتحبك أوي. وبعدين لو كل الناس سابتك أنا مش هسيبك. يا ود أنا روحي فيك. طب فاكر لما كنت باخدك جنينة إليبي ونلعب كرة هناك؟ مش أنا كنت بقف جون وانت بتشوط عليا وتدخل جوان؟ لعلمك بقى انت كنت بتدخل الجوان دي بمزاج انا، مش عشان انت حريف. فاكر؟ فاكر، بس انا مش عايز امشي من هنا يا جد. وانت مش هتمشي من هنا يا حبيبي. ومهد الكورة ويلا ننزل نلعب تاني. لعلمك بقى جدك ده أكتر واحد حريف باك شمال في نادي الترام. كان بيقولوا عليا فوزي القشاش. ماشي يا عم القشاش. قوم يا حبيبي. انت بتقول ايه؟ بضاعه مين اللي غرقت؟ الكونتينر بتاعنا؟ الكونتينر ده غرق قصد. احنا اتعلم علينا في المينا يا بني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل في الدنيا يا جدعان؟ شقلب حالها؟ معقوله المعلم عيسى الوزان يحصل معاه كده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دريت باللي حصل لك، قلت اجي اوصيك اخويا وحبيبي. شمتان فيك الخير يا نصار. طول عمري طول عمري كل خير. وسمعت من مين؟ اسكندريه كلها عرفت سيرتك، بقت على كل لسان يا وزان. لا بقى يا كبير، الولد ده ما ينفعش يسكت عليه اكتر من كده. ايه طلع لك صوت يا بني؟ انا طول عمري صوتي عالي يا نصار. ما تعليش صوتك يا بني. ولا بني لا اجلك يا كبير. ليك روقه ليك روقه يا بني. اللي قول لي بالحق، هو انت لميع ولا مطفي؟ لو مطفي يبقى شوف لي جوز 43. يلا بينا. العيال طلع لها صوت وبقت تضرب في الوش. انت من امتى بتعمل حاجه من غير اذن؟ ما قال لي ادبه كبير. حصل.
تمامه كان ركبة تحت الحزام. يا صباح الفل. مش أنا اتعلمت الصبر؟ ما تعلمني الصيد بقى أبو الأخماس. الصيد ده رزق سبحانه العاطر الرزاق. رزق بين العبد وربه. يعني لو مش مكتوب لك انسى، حتى لو تعلمت 100 سنة قدام وانت عدم المؤاخذة مالكش في العلام. حلو حلو، علمني الصيد ده. ده انت رخم رخامة. انا مرة واحد عيل زيك كده رخم برضه قوي اترازل عليا قطعته حتت. انت هتنفع عليا ابو الاخماس برضه، انت عملت كده؟ كان نفسي اعمل كده بس سامحته. ما انت عارف انا طول عمري مسامح، ويا ما حاولت اعلمك الصيد وانت عيل صغير، لكن ما كانش فيك فايدة خالص، طول عمرك غشيم. عارف ايه اكتر حاجة بجد كرهتني في الصيد؟ حكمك ومواعظك. انا اللي غشيم برضو. الغشيم هو اللي بيعند دلوقتي مع عيسى الوزان، اللي هيخلص علينا واحد واحد. حتى البت الغلبانة اللي احنا حبيناها حنة. حنة؟ مالها؟ طلعت متهمة في قضية قتل. قتلت جوز امها. وجوز امها ده راجل غلبان وطيب بيشتغل عند عيسى الوزان، والمشكلة بقى انها قتلته جوه فيلا عيسى الوزان، وعيسى مش هيسكت وانت عارفه غشيم. هيلبس البت دي البدلة الحمراء وهيخلص على نصار. وهتبقى غيمة على الكل عم خميس. ساعتها بقى لا كلامك هينفع ولا حكم. وانت جاي لي هنا ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا زفت؟ عايز اخويا. عايز نصار يرجع زي الاول. ما انا مش هشوفه بيضيع من ايدي واقف ساكت. نصار مفتاحه معاك. ايه ايه ها؟ ايوه الله اكبر الله اكبر. يلا صل على حضرة النبي. تعالي يا روحي تعالي. عارف هذا انت هذا زفت انت؟ دي بوري. السمكة البوري دي بقى مش أي حد يصطادها يا فالح. لا ليه؟ لأنها ما بتلقطش الطعم بسهولة. لازم تفضل تحسس عليه تحسس عليه. عشان كده لازم الصياد بتاعها يبقى حساس، صياد ماهر زي حالاتي كده. طيب أسيبك بقى مع السمكة البوري بتاعتك تقعدوا تحسسوا على بعض، وأنا أخد الشوية دول. أصل أنا ما اتعلمتش الصيد، بس اتعلمت أخد حقي ورزقي بإيدي. ولا خد أنا خد خدك ربنا يا بعيد. ولا أنت رخم يا ابن الرخمة. في كده برضو تاني تاني يا خضر الزفت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. منك لله.